مغارة توين تيمدوين التي تعني بالأمازيغية كهف البحيرات، هي أكبر مغارة بشمال إفريقيا، وتقع على بعد حوالي 70 كيلومتراً شمال مدينة أكادير على ارتفاع يصل إلى 2250 متراً في جبال الأطلس الكبير الغربي. كشفت التحقيقات التي أجريت منذ عام 1954 عن وجود شبكة مائية وبحيرات جوفية اكتشفت منها 19 كيلومتراً، بالإضافة إلى مجموعات متنوعة من الوحيش والنباتات. ويتم تنظيم الرحلات الاستكشافية لفائدة الطلبة والباحثين والمجموعات السياحية، وأي شخص يرغب في اكتشاف هذه المغارة. للوصول إلى المغارة والولوج لداخلها، تنظم جمعية مستكشفي المغارات بأكادير الجولات المصحوبة بمرشدين مع توفير كل تدابير السلامة ضد الحوادث الجسدية المحتملة ووضع المعدات اللازمة لذلك، ولا يسمح للزيارات والجولات غير المؤطرة من طرف الجمعية. يوجد موقع المغارة على مشهد بانورامي رائع يطل على الوادي وقرية تيزجين شرفة، ويوفر للسياح إمكانية السباحة في الحوض الخارجي المزود بماء المغارة.